يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 40، الصغرى 29، اسكندرية 33 25، مطروح 32 25، بورسعيد 34 27، الإسماعيلية 41 27 وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للسويس 40 26، العريش 36 27، طابة 37 27، شرم الشيخ 41 29، الغردقة 40 30 وجوها أيضا شديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 44 29، أسوان 45 29، الوادي الجديد 43 26، شلاتين 41 28، حلايب 36 30 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.